السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه اداه اسمها امبورت اكسبورت شيت داتا فروم اكسل. طبعا احنا عارفين ان اكسل سهل جدا في التعديل. ريفت لو انت عندك رقم عايز تكرره وعايز تخلي مثلا فيه متتاليه هتلاقي فيه صعوبه شويه. الاداه ديت هتخليك تصدر الشغل بتاعك على الاكسل تعدل فيه زي ما انت عايز وبعد كده تستورده مره اخرى. تبدا تختار الحاجات اللي انت عايز تصدرها للاكسل تعدي فيها براحتك في الاكسل وبعد كده تستورد الارقام الجديده. تمام، سهل ان انا اعمل اغير كل الدرو باي بدل ما هي مثلا اوثر تعمل انت عايزه للتشيك. ممكن تغير اسامي الشتات، ممكن تغير ارقام الويب زي ما انت عايز وبعد كده تستوردها ويعمل ابديت للمعلومات ديت في كل الشتات او في كل الفيوهات او في كل الفاميلي مره واحده.